السيدة جميلة أقدي، مؤسسة ومنظمة معرض العروس هنا بمدينة الدار البيضاء، هي ضيفتنا في بلاتو صباحية الدزام لنهار اليوم. اليوم كذلك غادي نتكلموا على مرض الصرع، هو موضوع أمراض وحالات، مع مها الشريبي وضيفتها الدكتورة فطمة متوكل، أخصائية في أمراض الدماغ والأعصاب والعمود الفقري. الكل بعد فقرة للأحسن وضيفنا السيد حمزة حسيني، مرحبا بكم معنا في صباحية اليوم. السيد حمزة حسيني أذكر أنه أخصائي في العلاقات الزوجية، اختصاص اللي عندنا فيه خصاص وما أحوجنا له في ظل الأزمة التي تعيشها مؤسسة الزواج في المجتمعات العربية، المجتمعات كلها في حقيقة في العالم. بغينا نفهمه ونحاول نفسره ونزيدوا من التوعية والتحسيس في هذا الميدان هذا. أهلا بك سي حمزة وشرفتينا بحضورك اليوم. توجور فرحة نكون معكم. الله يكبر بك. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع تغلب توقع غالبا من بعد الطلاق. بزاف ديال الأزواج تبغيو يرجعوا لبعضياتهم وتتوقع واحد الصعوبة، ويعني ما تسكنش الأمور دائما سهلة. بعد أولا بغينا نعرفوا ديال هاد القضية ديال أن زوجين مطلقين غادي يرجعوا، واش صحيا أو نفسانيا صحية؟ تماما. جوج يلا غادي يبدأوا علاقة هي أصعب بكثير من جوج طلقوا غادي يرجعوا. ياك. إلا جينا من منطق العلمي، علاش؟ إنسان تزوج وكان واحد الفراق، على الاقل ملي غنرجع عندي واحد المعطيات، عندي افكار، عندي واحد، باش ما نكذبوش على بعضياتنا سميرة، نعيشوا ونخرجوا ولا نتلاقاو في اطار خارج الزواج، ماشي هي المؤسسة الزواج داخل المنزل. كيكون هناك الواقع المعاش مختلف تماما على ما قبل الزواج. اكيد. الوغ ملي كنكون داك الطلاق هي فرصه، ملي كنبغيو نرجعوا اللي خاصو يعرفوا دوك الاشخاص على انها فرصه مواتيه وان الحب اقوى من دوك المشاكل اللي عاشوا، يعني رغم انهم عاشوا مشاكل، رغم انهم دليل ان الحب اقوى منهم، استطاع انه يقدر انهم ما يكونش عندهم الميكانيزمات، ما عندهمش الافكار، ما عندهمش لي زوتي على انهم يتغلبوا على هاد الصعوبات. وفي حلقه اليوم علاش هي مهمه واختاريناها باش نعطيو هاد الناس اللي نقولوا ما عندهمش فرصه انهم يمشيوا المرافقه نفسيه، او حنا غنعطيهم حلول عمليه وبسيطه على انهم ينجحوا هذا الرجوع هذا. وانت تصر السي حمزه حسيني تصر بان العلم يقدر يحل لنا هاد المشاكل، وقلتيها حتى في الفقره اللي فاتت ديال الاسبوع اللي ماضي، قلتي العلم يمكن ليه يحل مشاكل اللي بالنسبه لنا احنا غير ملموسه وعاطفيه ومعقده. تماما. وكنأكد اونكور فوا قلتها لك في الحلقه اللي فاتت على انه يكفي الاراده والعزيمه، والانسان ديما كنمشي واحد الكلمه اللي كتعجبني بزاف هي النيه، نيتك تكون بيضاء. نسبه النجاح العلم نسبه النجاح 100%، حتى في المقاربه العلاجيه اللي كنتبعها شخصيا. كنتي قلتيها يعني حتى الناس اللي باغيين يتزوجوا يقدروا يعرفوا قبل من الزواج واش غيتواتا ولا لا. تماما. ونقول لك ساتيسفي او رومبورسي، يعني ما نسبه النجاح 100%، يكفي ان تكون قناعه على ان العلم. نعم. اليوم غادي نمشيو نعطيو واحد النصائح من خلال البرنامج ديال صباحيه الدوزام. الناس باغيين يرجعوا غنعطيهم حلول عمليه، رغم انه في الحصص العلاجيه كيكون طريقه مختلفه، ولكن اللي غادي نعطيهم اليوم غادي يساعدهم على انهم يتجاوزوا هاد صعوبه هذا الرجوع. قبل الحلول العمليه، كيف ما كانت كيف ما كانت الغايه من الرجوع، لان تكلمتي انت على الحب اللي هو يعني شعور نبيل جدا. كاين اللي ترجع على ود الوليدات، كاين اللي ترجع على ود العوامل الاقتصاديه، هل ما تهضرش على هادو ولا نهضروا عليهم حتى هما؟ ناخذوا مثلا الاولاد، هو اكبر خطا ان الرجوع يكون على قبل الاولاد. ما متفقش. ان كانت هناك مؤسسه زواج فاشله الاطفال غادي يعيشوا ماساه اكثر من الفراق. كنفضل تكلمنا على الطلاق، طلاق الصامت اللي هو ادهى من الطلاق الفعلي، هذا كنسميوه لو ديتاشمون ايموسيونيل، هذيك حاله نفسيه نقدروا نطرقوا لها في حاله أخرى. ولكن اللي غنرجع على قبل الأولاد ولا كانت العلاقة صحية فاشلة نفسيا، هذاك الجانب السلبي غادي يأثر على الأولاد، وغيكون هناك واحد الجو اللي هو سلبي بزاف، ما غتربح الأزواج ما غيربحوا الأطفال. علاقة باغا ترجع على ود المادة وعلى المستوى الاجتماعي كيبقى أدهى، ملي كيتسد علينا باب ما كتبقاش المادة. وشحال من واحد دار هاد المقاربة النفسية المبنية على شيء مادي وكان اساسها الفشل. بالنسبه لك انت الرجوع في العلاقه الزوجيه خاص يكون مبني على
المشاعر. المشاعر ورغبة. رغبة المشاعر، لأن المشاعر إذا كانوا المشاكل ما نقدروش نديفلوبيو أحاسيس إيجابية في ظل أحاسيس سلبية. إلا واحد جوج كيبغيو بعضياتهم وحسوا أن الحب نقص، هو طبيعي لأنك تو أون تران دي بروفي أون إيموسيون نيجاتيف. دونك ما تحكمش على نفسك هل كتحب أو لا تحب وأنتيا في حالة نفسية سيئة. إذا باش نرجعوا للموضوع اليوم، إلا بغينا حلول أول حاجة غادي نشوفوها نقولوا أنك ما تجيبش معاك مشاكل الماضي إلى المستقبل. الماضي من التاريخ والمستقبل هو في يد الله سبحانه وتعالى، والحاضر هو هدية. علاش هو هدية؟ لأن لو بريزون سي هدية اللي كيخليك أنك تقدر تجاوز مشاكل الماضي، ومن خلال ميكانيزمات والقرارات اللي غادير في الحاضر المستقبل ديالك غيكون مختلف تماما على الماضي. وباش نعطيو هذا الحاضر قيمة الناس اللي باغي نرجعوا، غادي نعطيو حلول عملية. غادي نبداو بأول حاجة أشنا هي؟ كتعرف سميرة جوج ملي كيبغيو يرجعوا الهضره، ومن خلال انه انسان كيبغي يعبر وكيبغي يرجع كيطرقوا المواضيع كانوا ديجا طاحوا فيهم في مشاكل، كنقدروا من خلال دي ستيمولون كنطيحوا في احاسيس سلبيه. وخا نبغي نقول حاجه زوينه غدا تخبى وسط واحد لو ديسكور نيجاتيف، ويقدر يخرق واحد لامبولسيون، واحد اون رياكسيون تري نيجاتيف. حنا غنديروا حل بطريقه واحده اخرى. اول حاجه الزوج والزوجه ياخذوا ورقه وستيلو، يجلس كل واحد فيهم يكتب اشنو ضرني في الاخر. كتكتب لانه لي في انك تقراها ماشي بحال تسمعها من خلال واحد ا لونغاج بيردو. واخا هاد القضيه ديال الكتابه راه ماشي سهله، لان انا ولا هو حسب واحد الضرر غادي يكتبوا، خصنا نعرفوا شنو هو هذاك الضرر، واش ملموس ولا غير ملموس، حيت بعد خطرات راه صعيب تعبر على واحد الضرر اللي ما ملموش. لانه سينرجيسي مثلا، نرجسيه هذه تنقن عليها هذا موضوع جبل اخر. ولكن لا فهمني، يعني الزوج مضرور من الزوجه ديالو بسبب غير ملموس، حتى هي ما غادي ما تستوعبش المشكل. فهمتك 100%. المشكل في العلاقه الزوجيه ملي كنبغيو نعبروا على واحد الاحساس ديال لو مال الطرف الاخر، الا ملي كنكونوا في هذه المرحله علاجيه كنخرجوا من الاحاسيس ومن لي رياكسيون. ملي كنقول ليه شوف كل واحد فينا راه غيدير نفس العمليه، ماشي واحد كيعيش الضحيه وواحد كيتشاف انه خايب، حنا بجوجنا في نفس المستوى. غادي ناخذ ديك الورقه والسيلو، غادي نكتب اشنو ضر لي، هادي 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 هادي، وهو غيكتب هادي 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 هادي، وكنشدوا كنتبادلوا دوك جوج ورقات. وفي المرحله الثانيه كنقول اشنا هي، ماشي مهم واش فاليد ولا ماشي فاليد، طونكو واحد يعني لا رياكسيون ديال الثاني ما تتهمش، ما تتهمش، المهم تحط الاحساس ديالك. ماشي مهم عندنا واش هذاك الاحساس صحيح ولا ما صحيحش. ناخذ مثال، عطينا مثال لان من الامثله هي احسن حاجه نقربوا بها للمشاهدين. نعطيك مثال، كتكون تقدر تكون شي حاله واحد الشخص كيغضب من انه مثلا ما كتعجبوش شي حاجه اكس، نهضروا على اكس، والطرف الاخر كيشوف لا راه ماشي عيب واخا نديرها. المهم هذا 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 ملموس، اعطيني شي حاجه اللي بحال دابا السيد غادي يعاتب على المراه ديالو ما تتعبريش على الحب ديالك في الافعال ديالك. تماما، ناخذ مثلا عن التعبير عن الحب، تقول انا ما كنحسش براسي ان مشكلتي معك هو انني ما كنحسش بتعبير الحب، وكنحس براسي غير محبوب. مثلا هذه نقطه. الطرف الاخر ملي غادي يقراها ما خصوش يحس ولا يشوفها على انها سلبيه، خصو يشوف اون بيس داميليوغاسيون، لانها في المرحله الثانيه اش غادي نديروا؟ غادي نسولوا الطرف المضرور اشني هي احسن طريقه باش هذاك الاحساس، شي سلوك يديروا الاخر باش ذاك الاحساس يحيد. غايقول لي بغيت الصباح ملي تفاق تقول لي صباح الخير كنبغيك، وفي تكون غادي خارج كنديروا سلوك عباره على دي زاكسيون. ومني كنديروا هاد لي زاكسيون كنمشيو للمرحله الثالثه، كاين واحد الحاجه كنسميوه لو جورنال دو غراتيتود دو كوبل. هو اشنا هو؟ يوميا هذاك السلوك خاصو يدار ثلاثه ولا جوج مرات في النهار، ومني كنبداو نديروه كيدار بطريقه متعاوده، الطرف اللي ما كانش كيديرو كيولي كنسميوه ان رونفورسمون دو كومبورتمون، بحال كنغديو داك السلوك حتى كيولي في العاده ديالو. واش هادشي غادي يصلح في احاسيس بحال الحب؟ يعني انا عارفه بان عنده اوردونونس خاصو يقول لي تنبغيك في الصباح في لا. يعني حتى الوقع ديالها ما غيكونش طبيعي بحال ولكن ربما خصها. هنا كنقولوا علاش الحصص العلاجيه مهمه. اول حاجه الا مشينا في حصه علاجيه كنشوفوا كنسموها الايموشنال ديبريفيشن، علاش هذاك الشخص ما كيعبرش؟ هل هو من لغات الحب الخمس؟ كاينه خمسه اللغات باش كنعبروا على الحب. كنشوفوا ربما كننبهوا الاخر كنقول له داكور تقول لي انت
اشنو هي الطريقه باش كتبيني انك كتبغيني؟ ربما بالنسبه ليه الهدايا، ربما بالنسبه ليه دي سيرفيس، بالنسبه ليه التاتشين يعني بمعنى لو توشي، بالنسبه ليه ماشي الكلام، المهم الكلام ماشي الفعل العمل. كيقول لي لا انا بغيت ننمي هذا الحب ديالك، لانه ما يمكنش نكرو الحب وباغي يرجع لسميره. كيفاش ما كتبغينيش وباغي ترجع ليا؟ اذا هو كيحب ولكن طريقه التعبير ديالو ما كتوصلش. نكونوا متاكدين بان لا باز راها كاينه، راها كاينه الطريقه اللي ماشي هي هذه تماما. وملي كنديروا هاد الاساليب بهذه الطريقه ملي كنشوفوا لو رانفورسمون دو كومبورتمون وكنشوفوا على ان الاخر كيبدل زاويه النظر من واحد الحاجه ما كاينش كياخذها، كنديروا واحد الحاجه اساسيه سميره اللي هنا من هذه المره انا ماش كنبغي ننصح بها الناس. كاينه واحد الحاجه كنسميوها نصف الساعه الليليه، كل ليله قبل ما تنعس ضروري كل واحد يسول الاخر اشنو خديت واشنو ما خديتش واشنو ضرني واشنو ما ضرنيش. ودابا انت بهذا الستريس وهذا الضغط اللي تنعيشو اليومي والخدمه والدراري وهذاك الشيء، تظن بان الناس غياخذوا نص ساعه باش يهضروا على الاحاسيس؟ وعلاش حنا كنا كنعطيو جميع الجهد ديالنا للمال والخدمه والكوبل هو الاول؟ راه الا ما درتيش لوكوب ما تكون سعيد. اذا هي ثقافه، ثقافه تماما نحضروها، تماما خاصنا نحضروها بالسيف عليها. نعطيك مثال اخر، نهزوا التليفون ونبقاو نشوفوا انستغرام ديال الكوبل ديالنا. كاين واحد الحاجه بسيطه نعطيها لك سميره، ثقافه الدخول وخروج الزوج والزوجه من الدار. راه ما كاينش بسلامه عليك انا غادي نخدم، لا، ثقافه الاستقبال وثقافه الوداع. واخا شنو رايك في الناس اللي تيقول لك تقول لي بحال شي يضحك بدا يستهزئ السيزي ويقول لك شنو بغيتي واكله شاربه نعساش اشنو خاصك اشنو؟ هذه ثقافه متجدره عندنا في المجتمع، ولكن هذا تناقض في المجتمع. وكيفاش انت كتامن بالحب وكيفاش انت كتامن؟ وما يمكنش تكون متناقض مع نفسك. الزواج هو عباره عن رؤيه، انا ملي كيجيو عندي جوج ازواج كنديروا ان تيست دو كومبل، الاساس ديالها الموده والرحمه. الموده والرحمه، اما بناء كنسميوها لابيمون دو كوبل، راه نقدر نابيي كيما نقدر نديرها بطريقه اسلاميه، بطريقه منفتحه، طريقه ماشي مهم لا فيزيون ديالك. غنكونوا متفقين عليها، متفقين وتكون الاحاسيس كيوصلوا، نقدر نوصلها لك في اي تمكان، ماشي نمشي في واحد الاتجاه سلبي اللي نخلقه. وعلى القضيه بعجاله، هذيك القضيه نصف ساعه الليليه غنعطيها في واحد المثال ديما كتعجبني كنقولها، بحال غسيل السنان. سنانك ما غسلتيهمش غتجمع الكالكاغ، وداك الكالكاغ شنو هو؟ هما الاحاسيس السلبيه، واحد ليله على ليله، نهار على نهار، حتى كتسوس الدرسه، حتى كتسوس الدرسه، وهذيك الدرسه كيكون هو الكوبل. وبهذه غادي نختموا هذه الفقره المهمه جدا اللي تنشكرك عليها، ويا ريت ترجع لنا بحلول عمليه اخرى باش ننقدوا بطريقه بسيطه مؤسسه الزواج اللي تتعاني عندنا في المغرب. تنشكرك بزاف سي حمزه حسيني، اخصائي في العلاقات الزوجيه هنا بمدينه الدار البيضاء. عندك تجربه في كندا ياك، ودرتي الدراسه علاش؟ اون اكسبيرتيز ديال لو نارسيسيزم، تيست دو كومباتيبل مارياج. وكنعاود ناكدها، ما كاينش كوبل يفشل الا عنده الرغبه وبغى العلم، ناجح 100%. شكرا لك سي حمزه، بقاو معنا لحظه غادي نمشيو نستقبلوا السيده جميله اقدم مؤسسه ومنظمه معرض العروس هنا دائما بمدينه الدار البيضاء. اذا المعرض اللي غادي يكون في الدوره الثانيه ديالو ان شاء الله، وغادي يكون ما بين 8 حتى 12 فبراير الجاري دائما مدينه الدار البيضاء. اهلا لاله جميله اقدم صباحيه الدوزه، ماشي اول مره، ماشي اول مره. مرحبا سميره، مرحبا بالطاقم ديال صباحيه الدوزام. انا سعيده لانني متواجده مره اخرى معكم. حنا اسعد، عرفتي علاش؟ لان فاش نشوفوك تنعرفوا بان العرس جايين، بان لقاتش كورونا، بقينا نقدر نلبسوا تكاشتنا ونمشيو نفرحوا مع احبابنا. الحمد لله، كما كتعرفوا دازت هذه الجائحه ديال كورونا، توقفوا المظاهرات التظاهرات الكبرى، ولكن دابا حنا رجعنا بزاف ديال المفاجات. الحمد لله، انا فرحانه بزاف لان بيك تنشموا ريحه العراسات والفرح والسعد ان شاء الله. جايبين لكم بوكو دو سوربريز، الله يدوم علينا. أمين. افراح ومناسبات جميله ان شاء الله. دونك انا بغيت نرجع السؤال مره اخرى، شنو الاهتمام، علاش هذا الاهتمام بالاعراس من طرف جميله اقدم؟ شنو العلاقه ما بين جميلة والأعراس؟ واش المهنة، واش الهوس، واش الولاء؟ لا، كما كتعرفي سميرة أنا كنظم معارض مختلفة وكلهم عندهم أن تام سبيسيال، كنمشيو دائما على لو بوزوان، يعني الخصاص اللي كاين، الخصاص ديال السيدات المغربية. كنعرفوا مرة ملي كتبغي تجوج ما كيخصها تقلب تقلب على النكافة، تقلب على هذا اللي غيدير لها فوالا. حنا كنحاولوا الهدف من هذا المعرض الماجيكال ويدينغ اللي غيكون على مدار 5 أيام هذه السنة، 8 9 10 11 12 في الدار البيضاء 264 غوت الوازيس، هذا هو العنوان، حيت بدلنا البلاصه.
الهدف منه هو اننا نجمع لكم هذوك العارضين اللي غيجيو من المغرب كامل. يعني في عوده العروسه ما تبقى تمشي لهنا وهنا باش تشوف الكوافر وتشوف النقافه وتشوف المجوهرات، انتم جمعتوا الحرف كلها كلهم في مكان واحد. دابا كازا جايه من فاس من مراكش من المغرب كامل، هذا هو الاوبجيكتيف ونعطيهم الاختيار وكل وحده تمشي. واخا ما نجوش نقدروا نقدروا اللي باش يتنزل. شوفي سميره، انا الهدف ديالي اللي جيت نوصل للمستمعين صباحيات هو ان هذا المعرض هو للعروس خاصة ولكن للنساء المغربية عامة، حيت كاينين عارضين اللي غيقدروا ينفعوا اي مرأة غتحتاج المجوهرات ولا مزوجاش طبعا ولا كتقلب على الهدايا. دونك متواجدين معنا المطبخ ديالها exactement. ولا الصالون ديالها اكزاكتومون. دونك في هذا الماجيكال ويدينغ معنا اكثر من 50 عارض اللي غيجيو من جميع انحاء البلاد يقدموا لكم اخر ما عندهم، يعني لي ديغنيغ طوندونس ديال 2023. غيجيو عندنا من فن المائدة، من هذوك اللي كيوجدوا لي تخوسو دو ماريي يعني جهاز العروسه، يكون عندكم لو شوا في لا روب بلانش يعني اللباس الابيض، ممولين الحفلات غيكونوا عندنا مصممات طبعا بيان سور هذاك ما نهضروش عليها دائما تيكونوا معنا ولكن كنبغي نقول داكشي الجديد المصممات ديال اللباس التقليدي المغربي للرجال والنساء. هذا العام معنا الرجال حاضرين بقوه ان شاء الله، وغيكونوا معنا اوسي هذوك اللي كيتمناو يقلبوا على الهدايا. معنا واحد العارضه جايه من فاس اللي غادي تدير داك لارتيزانال ديال الصناعه التقليديه، الصناعه التقليديه ديال الفضه والنحاس اللي هي زوينه بزاف. خلاص الممولين ديال الحفلات غيكونوا معنا، واوسي كاينين شي وحدين مختصين غيعطوكم افكار جديده، بحال هذيك العروسه اللي قلبات ولقات القاعه ولكن ما عندها حتى فكره كيفاش غتزينها، هما غيعاونوها ويعطيوها يعني افكار. يعني كاين النصيحه والتوجيه كلشي كاين تما، كلشي خاصكم غير السي حمزه حسيني اللي غيكون معنا كيجي معنا خبير في العلاقات الزوجيه. انا بغيت نسولك واش تقدر تكون هاد الزياره لهذا المعرض خرجه اسريه؟ يعني واش نقدر نمشي انا مع وليداتي وهذا الشيء ونلقى واحد المنتجع اللي نقدر نجلس فيه ونشرب قهوه وفي نفس الوقت نتسوق ونشوف شنو هذا هو الهدف ديالنا سميره. حنا اوني با ان صالون كلاسيك، حنا الهدف ديالنا هو السيده ملي كتبغي تجي هي والزوج ديالها ان واحد لابارتي ريستوراسيون اللي يقدر يجلس يشرب القهوه ديالو، مراته كدور يجي مع ولدو لي ويكاند ما كاين حتى مشكل. اي اوسي حنا كنديروا لو شو اللي هو هذا هو المفاجاه اللي دايرين هذا العام، كل نهار عندنا دورة الميدا ودورة العماليه. جميل، يعني محافظه على التقاليد المغربيه وغنقول لك مزيان وتتهي للعريسات فيها. ويوم الافتتاح غادي تكون معنا ضيفه شرف اللي هي الممثله المغربيه الامازيغيه كريمه غيت. تنحمق عليها وغنديروا بها الدوره الامازيغيه ديال الميدا. تنحمق على كريمه غيت من هذا المنبر، تنحييها والدور ديالها في بغيت حياتك المسلسل ديال سميه اقريو ونورا السقلي، دور الروعه تقناته بالمناسبه. انا من معجبات بهذا المسلسل بزاف بزاف بزاف. دونك غتكون لاله كريمه غتكون هي باش نشوفها. اجي مرحبا بك انت بلا بها، خصك تجي معنا مرحبا بك. غتكون معنا يوم الاربعاء 8 فبراير دونك غنديروا بها الافتتاح الدوره ديال الميدا، والنهار كله سميتو امازيغ داي يعني جوغني بيغ بيغ. غنحتفلوا يعني درتوا المحور ديالها تقاليد كنا نديروا ديك الوشمه ديال الشلحه فوالا الوشم، وغنديروا الاغاني. غتكون معنا مغنيه هي هاجر عدنان غتغني معنا كاينه حاضره استوديو دوزام استوديو دوزام ولا بدا. ونهار الثاني غادي نديروا الدوره ديال العماريه وغنديروا الديفيلي ديال لا روب بلونش اللي هو ما عمرنا ما درناه. المراه ملي كتبغي تزوج ولا بدا كتبغي تلبس لا روب بلونش، هذا العام غنعطيوه اهتمام كثير، ويكونوا معنا عرض الازياء ديال الرجال اول مره غنديروها ديال اللباس التقليدي. حنا العرسان كنساوهم كنفكروا غير في العروسه الوغ كو عندهم دور مهم، دونك حتى هما غادي يديروا. واللي بغيت نشير ليه وناكد عليه هو ان غنديروا ورشات بالمجان، الدخول بالمجان والورشات غيكونوا مع اخصائيين كبار. ديالاش باغ اكزومبل المراه ملي دائما كيطرحوا اسئله بغيت نرد الصواب كيفاش غندير، غتجي وحده غتعطيكم الورشه غراتويتمون تعطيكم النصائح كيفاش غتردي هذا الصواب ديك التيفور اللي غادي يجيك. بغيتي انت تصيفطيه ولا بغيتي تهضري على هلا ولا بغيتي تهضري على العريس؟ عندنا ورشه ديال الخطوبه، انت تو فاغوسيفواغ اهل الحباب، شنو خصك توجدي شنو خصك تلبسي؟ وي دائما حنا عندنا الجديد، دائما عندنا الجديد، وعندنا واحد المهندسه اللي هي اختصاصيه في التغذيه الدقيقه اللي انجينيور ميكرو اغرونوم، غادي تهضر على لي بيان في القهوه كيفاش وفقتاش خصنا نستعملوها وفقتاش خصنا نشربوها ولا ما نشربوهاش. شتوفا يعني دخلتي حتى في التغذيه دائما حنا ونسي دو غامني دي بروفيسيونيل اختصاصيين اللي غادي يستافدوا منهم، حنا غنجيو غادي نشريو نضحكوا ونشطوا ونستافدوا. بوغ مو سي امبورطون. دخلها بالمجان من 10 ل 8 د العشيه
خمسه ايام 8 9 10 11 12. وكاينه واحد المفاجاه باش ما ننساهاش نقولها لك. قبل من المفاجاه بغيت نسولك شنو هي الميزه او لا الحاجه الايجابيه اللي غادي نستافدوا منها حنا غنزوروا هذا المعرض؟ انا كعروس غادي نمشي واش غادي نستافد واش غادي نستافد من تخفيضات ولا شي حاجه ديال اكيد حنا دائما في المعرض كنطلبوا من العارضين ديالنا يديروا دي تاريف بروموسيونيل اللي كيدوموا 5 ايام. يعني ماشي انت غادي تجي تشوفيهم، يعني العروسه ديال 2023 عندنا نقافات زوينين، عندنا اللي كيديروا، عندنا ورشات ديال التجميل غيعطيكم دي كونساي على هذا لا كوافور كيفاش خصك ديري، شنو هو لي طوندونس ولي طوندونس ولا صيحه الموضه. وهذا العام كما دائما كما عودناكم كنديروا الطومبولا، دونك غيكونوا هدايا من الطراز الرفيع ا فالور دو 50,000 درهم اللي غايجيو غايشريو يضحكوا وينشطوا يديو معاهم لي كادو يقدروا يربحوا اون بلوس. وفكرنا تواصلت معنا واحد السيده في فيسبوك وانستغرام وما بغيناش نردوها على فوجها، قالت لك يلاه تزوجات في الاول ديال شهر 12 ديال 2022 ومسكينه ما فرحتش براسها، دونك غادي ندير لها عريس ختامه ملي نهار الاحد ان شاء الله. في سبيل الله درتوها في سبيل الله، تحيه لك. ما عندي ما نسلك لاله جميله وما كاينش محسن من العروسه ديال بصح كل شيء حاضر. كاينه تدير تصويرات تفرح براسها حتى هي وتخليهم عندها في دارها، سي ان سوفينير كي ريست بوغ توت لا في. لاله جميله أقدي مؤسسه ومنظمه معرض العروس بمدينه الدار البيضاء في دورته الثانيه هذا العام، تنشكرك بزاف والله يدوم علينا فرحات ومناسبات ان شاء الله. غادي نكون في الموعد قلت لي ما شريت نزه ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين. بقوا معنا مشاهدينا نختموا اللحظه حلقه اليوم صباحيه الدوزام مع مها امراض وحده. السلام عليكم. مرحبا بالدكتوره ديالنا. كنا تنسيلوك تخلعنا قلنا لك ما غاديش تجي. ويلي امبوسيبل. الدكتوره توما متكرمه اخصائيه في امراض الدماغ الاعصاب والعمود الفقري. انا ومها شي شويه بدينا تنتخلعوا تنقولوا فينا هي فينا التليفون. مرحبا بك لاله. اهلا بك مها. الموضوع ديالنا هو الصرع، اضطراب الجهاز العصبي المركزي اللي تتسبب في ان يصبح نشاط الدماغ غير طبيعي. بعيت عنه منه صغار الكبار. بغينا نتعمقوا في موضوع اليوم ان شاء الله. سميره فنوبات الصرا كيف ما قلتي كيعانوا منها الصغار كما كيعانوا منها الكبار. في المغرب الاحصائيات كتقول بلي 1% من سكان المغرب كيعانوا من نوبات ديال الصرع، 30% منهم اطفال. وحنا كنعرفوا بلي الاطفال هما كما تنقولوا جيل المستقبل، الغد وجيل المستقبل والكل. نوبه الصرع هو كمرض اللي كله عارفوا انهم واحد الشحنات كهربائيه، يعني اللي كيكون فرط فيها، يعني خلايا الدماغ كتفرط واحد الشحنات كهربائيه اللي كبيره وكتعمل ليا خلل وكتسبب ليا هذه النوبات اللي تقدر تكون اما جزئيه او عامه. جزئيه يعني فقط يعني واحد الجزء من الجسم ديالنا هو اللي غادي يوليو نشوفوا فيه واحد الحركات لا اراديه، او لا عامه يعني جزء اللي الجسم ديالنا كامل، مع فقدان بعض المرات للوعي وايضا فقدان ديال التحكم في الامعاء وفي المتانه ايضا. اذا اليوم السميره ماشي هذا المرض ديال الصرع بغيت نتكلم عليه كمرض، ولكن بغي نتكلموا على هذاك الوصم ديال التمييز ديال الخوف وديال الاقصاء من المجتمع. مريض الصرع يقدر انه يتحرم من الرخصه ديال القياده لانه تخيلي هو صيغ وجاتو النوبه. مريض الصرع ايضا مثلا في الولوج ديالو مثلا لبعض المهن غادي تكون اقصاء لذاك الناس اللي عندهم الصرع. نبغي نشير لواحد المساله اخرى، فهاد الناس ديال الصرع في تقريبا 80% من سكان العالم كاينين في المدن المتوسطه ومنخفضه الدخل. علاش؟ لاننا عندنا مشكل في العلاج. 70% ديال الاطفال اللي جاهم صرع يقدر انهم ما يوصلوا لفتره المراهقه والشباب حتى يكونوا مشافيين 100%. ولان المشكل فين كاين؟ المشكل كاين في هذوك سكون لابيل الفجوات العلاجيه. ما نتكلمش على ان الادويه راهم غاليين، يعني وكانت واحد الضمقلطه لان مرض يعني الصرع يعتبر من الامراض المزمنه وحتى ممكن تنقص في ثمن الادويه، ولان لا غوبتور يعني الدواء ما بقيناش كنلقاوه متوفر ما موفرش اذا هنا كتولي عندنا فجوه علاجيه، وهذيك الفجوه العلاجيه هي فاش كتظهر هو الحالة ديال المريض. نشوفوا الحالة اللي معنا اليوم سميرة ورشا. بنيتي ديالي منين تزادت وهي مريضة تنعاني معها بزاف بزاف بزاف. منين كانت عندها عام ونص كانت ما كتمشاش ما تتلعبش بحال الدراري، ما لاحظناش داكشي بكري. منين درت 5 سنين عرفني ان عندها البيليبسي وعندها لاطاكسي ديال الراس. بدينا ليها الدواء ولات منين كان بحال هكا كنخرجها معايا للزنقه تنبغي نخرجها بدات كطيح ليا. رجعنا عند الطبيب قلنا عليه قال لك لا هادو الاعراض ديال ديك لاطاكسي اللي عندها في الراس.
من تم بدات المعاناة، ان الدرية تطيح درجة انها راسها كامل مبرقع، كل مرة تطيح لي الدمايات تتشرشر، عاتي واحد المعاناة لا اله الا الله. صافي حتى درت سبع سنين. ديك الساعة كنت حاملة بخوها جود، واحد الحمالة دازت عندي عمرني ما نساها في حياتي، عمرني في حياتي ما شفت بحال هذوك لي كريز. حتى كنشوفهم في بنتي انا كنسمع عليهم، انا الدرية تتزراق تتكوانسة، كشكوشة كتخرج، صافي تتموت كتموت، بنتي كنشوفها كتموت. صافي هي فاش دخلنا لا كلينيك، منين دخلت بنتي للانعاش كنت كنقول واش غتفيق واش ما غتفيقش، سورتو ملي كنشوفها من الزجاج تنقول الا بغاها الله. انا درت اللي عليا وكثر كاع انا وباها، كثر بزاف، لاننا سامحنا في بزاف د الحوايج، ما عشناش الحياه الطبيعيه ديالنا، لان التريتمون كانت غاليه بزاف ولحد الان بقى غاليه بزاف. راه الدكتوره غادي تقول علاج مكلف، وحتى حتى الاجر اللي كيتقاد باها ديال الخدمه هو ما كيوصلش داك المونطون ديال الدواء اللي كتاخذ، يعني الدواء غالي بزاف. وكنقولوا صافي إذن سميرة شفنا الحالة ديال البنيتة اللي مصابة بمرض الصرع واللي هو مرض مزمن كما غنعاودو نشيرو ليه. هاد البنيتة هادي كان للأسف كان عندها مشكل أثناء الولادة، كانت عندها معاناة أثناء الولادة، وكنعرفو أن من بين الأسباب اللي كتأدي أن الأطفال ديالنا يتصابوا بنوبات الصرع هما معاناة أثناء الولادة أو كل ما يعرض مثلا الرأس أو الدماغ لبعض الصدمات. دكتور متوكل مرحبا بك معنا. شكرا. اذا كيف ما شفنا الحاله ديال اليوم هي حاله من مجموعه ديال الحالات، قلنا ان 30% من السكان المصابين في المغرب بالصرع هم اطفال، يعني كتبقى هذه المعاناه، يعني هذه سان تروماتيزم مثلا اللي كيجي كرانيا الى اولى اثناء يعني الولاده، واحد من الاسباب اللي تقدر تعطيني المشكل او نوبات الصرع. قدر ايضا تكلموا على التهاب الساحية او لا ميننجيت، لانه حتى هو سبب رئيسي، يعني الحمى اللي كتكون كاين با كونترولي واللي تتبقى يعني عند الوليد نهار ويومين وثلاث ايام حتى تقدر تؤدي لنا، واللي هذا الوليد كيعاني من نوبات الصرع. الان نوبه واحده اظن دكتور ما تنقولوش ان الوليد عنده نوبه صرع، ولكن نوبتين او اكثر عاد كيكون تشخيص دقيق. تماما. بالنسبه لي كونديسيون ديال الولاده كتسمى لا سوفرانس انوكسو اسكيميك، سيتادير كو ما كيوصلش الاكسجين بواحد الطريقه كافيه للدماغ حديث الولاده، ودماغ الوليدات حديثي الولاده حساس جدا لنقصان كميه ديال الاكسجين، وكنلقاو بلي هذا سبب باقي مع الاسف متوفر عندنا بكثره. علاش ضعف الموارد البشريه ديال الاطباء وديال لو بيرسونيل باراميديكال، ساج فام انفيرميير سورتو ساج فام، صعوبه الولوج لهاد المستشفى، مازال عندنا في اماكن نائيه الولاده في الدار. دونك هذه مع العلم انه يعني مجهودات دارت ولكن مازالت تخصها الدار. بالنسبه للحمى وبالنسبه لالتهاب السحايا، هنا اون بو با بارلي ديبيليبسي في ديك اللحظه، لان ليبيليبسي الصرع في التعريف ديالو ما خصش تكون النوبه عندها مسبب هكذا. دونك كاين فرق بين لي كريز فيبريل، يعني النوبات اللي السبب ديالها السخانه بحال الهلوسه، بحال الهلوسه ديزاليسيوناسيون، وكيكونوا حتى حركات اما تشنجات اما ارتدادات، ولكن واخا تكون اون كريز فيبريل يعني ماشي ايبيليبسي. حتى التهاب السحايا تقدر يكون النوبه ديال الصرع غير من بين الاعراض اللي كتفيقنا اننا خصنا نديروا داك التحليله ديال السنسول ديال الظهر لا بونكسيون لومبير باش نعرفوا باش نشخصوا، لان الا بقاو هاد لي كريز فيبريل هاد النوبات مع السخانه كيكون واحد لا سكليروز هيبوكامبيك، من بعد كتقدر واحد الباحه في الدماغ اللي هي ليبوكامب اللي هي اللي مسؤوله على الذاكره كتقدر تصلب
هي لاسكليروز كتصلب وهذه كتعطي واحد الانواع ديال 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 الصرع اللي تصعب يصعب علاجها وكتطلب بعض المرات جراحه وكتطلب بعض المرات انه يعني كتكون فارماكو ريزيستانت يعني كتكون هاد النوبات صعيبه انها نتغلبوا عليها غير بالادويه دونك كنطلقوا من واحد لا سيتوياسيون تري بانال ديال كريز وكنصدقوا في اون سيتوياسيون تري كومبلكس ديال هاد ليبيليبسي تمبورال يعني ليبيليبسي اللي كتقيس هاد الباحه هاد الفص هذا اللي تهمني يعني نعرفوا في هاد الحصه هو ان هاد الوليد مثلا ولا هاد الشخص يعني جاتو نوبه صرع العائله والمحيط اللي هما اللي تيكونوا حاضرين معاه في ديك الوقيته شنو من الاسعافات الاوليه شنو يقدموا له لان انا كنعرف باللي تيقول لك جينيرالمون فاش الشخص كيفيق من لا كريز ما كيعرفش شنو دوز ما تيكونش عاقل باغ كونطخ الناس اللي حداه كيعرفوا كاين بعض الاطباء اللي كيطلبوا من الناس اللي عايش مع المريض انهم ياخذوا ليه فيديو يصوروا باش يشوفوا النوع ديال النوبه اللي تصاب بها. هذه مساله اللي يعني الناس الاطباء اللي سورتو الاطباء اللي متخصصين في هذا لو دومين ديال 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 الصرع يعني قليلا او نادرا ما كنصادفوا حنا النوبه. يعني لا باز ديالنا هو لو تيموانياج هو داكشي اللي كيغابورتي وداكشي اللي كتقول لينا العائله ما تتلقاوش ما تشوفوهاش بعينيك قليل نادر دونك هذه المساله الحمد لله هذا لي سمارت فون والهواتف الذكيه حيت تنوع النوبه ساقط فوالا بيان سور خص العائله اون جينيرال كتكون واحد الصدمه سورتو الا كانت المره الاولى ما كتكونش عندهم داك الريفلكس باش انهم يصور ولكن علاش مهم ليكم تشوفوا مهم لينا علاش لان لي كريز النوبات المعممه سهله نوبه عاده سهله يعني مع العلم ان يكون كاين واحد يعني حتى النوبات اللي كنسميوهم لي كريز نون ايبيليبتيك بسيكوجين سي تادير نوبات نفسيه اللي ما عندهاش علاقه بالصرع حتى هي كتقدر تكون واحد لو دياغنوستيك ديفيرونسييل واحد التشخيص يعني مغاير لان التشخيص مغاير يعني ان يعني حتى الادويه او نوع العلاجات هي مغايره معلوم معلوم دونك بالنسبه لهاد النوبات لهاد الفيديو مهمه لينا علاش سورتو في النوبات الجزئيه النوبات الجزئيه اللي كتصاحبها فقدان الوعي سيتادير كو في الاول المريض كيقول لك باش حس ولكن من بعد ملي كيفقد الوعي وكاين علاش لان هاد الفيديوهات حنا ماشي مهم عندنا نقولوا غير وهذه واحد النقطه مهمه اللي بغيت نشير ليها معها سي كو ماشي غير صعوبات الادويه وصعوبه توصل الطبيب هي اللي العائق حتى ملي ما كتوثقش شنو هي المتلازمه ديال ليبيليبسي حيت بعض المرات كنسحبوا ليبيليبسي او الصرع هي واحد النوع من الدواء اولا غير ديك الحركات نو خصنا بالضبط نعرفوا شنو هي المتلازمه اللي كتسمى لو سيندروم ايبيليبتيك تشخيص مهم جدا وهذا التشخيص المتلازمه يعني لو سيندروم ايبيليبتيك مهم اكثر عند الاطفال علاش لان لي زيبيليبسي او الصرع ديال الناس الكبار عاده معروفين معروف يعني انواع ديالو معروفين يعني الا جينا نقولوا من واحد الجانب علمي يعني لا ريشيس ديال ليبيليبسي راه هي في الـ في الـ في, الـ في من حديث الولاده الى 10 سنين حتى 15 عام وعلاش خصنا ايدونتيفيو هاد لو سيندروم ايبيليبتيك لان ماشي كاع الادويه كتصلح لكل شيء بعض الادويه كتقدر كتخلي الا مثلا في واحد لو سيندروم ايبيليبتيك عطيتي بعض الادويه ماشي غير ما كتكونش فعاله كتكون مضره لانها كتولي كتبدل داك لو كور ايفولوتيف ديال لا مالادي دونك مال كيولي انه غيمشي في واحد المنحه طيب كيمشي في واحد المنحه معاكس باش نرجعوا للاسعافات الاوليه دكتور محيط الناس اللي كيشاهدونا اليوم كيفاش يتعاملوا مع نوبات الصرع ديال المريض ديالهم اولا وقبل كل شيء يدير المريض الوليد او لا المريض كما كان السن ديالو على الجنب ديالو لا يهم ياك كما كان علاش مهمه السؤال السميره الجانب الايمن والجانب الايسر علاش حيت تو سامبلومون ملي كديروا على الجنب ديالو لان المريض الا كان فاقد الوعي ما كيحكمش في هذا لو كارفور دونك الا كانت قيه لا
نو الا كانت تقيه الا تقيه باش الا ما كانش متحكم في الوعي ديالو النينال با يعني ما يشكش في الهوائيه فوالا وديك الساعه كتكون بنوباتي ديالاسيون اللي تقدر تكون مضره فوالا دونك وبيان سور كنبعدوه على اي حاجه اللي يمكن له في داك سورتو ملي كيكونوا الارتجاجات باش ما يتصابش ما يتبلاصاش بيان سور نورمالمون اي نوع ديال النوبات ما كيفوتش جوج حتى لثلاثه دقائق يعني كيخصو يفيق منها سي فري كو يقدر يوقع واحد الهلوسه سكون ابي لا كونفوزيون بوست كريتيك يعني المريض ما كيعرفش راسو فين كاين شكون اللي داير به يقدر يكون عنده اجوبه اكوتي دو لا بلاك اجوبه غير ملائمه للكلام ولكن خصو يفيق يعني ما يبقاش داك الحركات الى ما فاقش من بعد جوج ثلاثه دقائق او ما استرجعش الوعي ديالو من بعد خمسه دقائق هنا كنوليو في الصدمه يعني ليتا دو مال يعني كنخافوا انه يبقاو يعاودوا يتكرروا لي كريز وهنايا كيولي خص الواحد يمشي للمستشفى باش يكون اون اسيستانس ريسبيراتوار الى غير ذلك. واخا دكتور الان بنا تتكلموا على مريض الصرع صافي عرفنا عنده الدواء ديالو وكل شيء نوبه يمكن مره في السنه يمكن لا يمكن نوبات يعني شحال مره في النهار على حسب الحاله فهاد الناس هادو واش ما خاصهمش كما تنقول اون اسيستونس مثلا الا بغاو يدوشوا نخافوا انهم يطيحوا كنعرفوا ان مريض الصرع هما من اكثر الناس ومن اكثر الناس اللي متعرضين للوفاه المبكره سميره يعني يقدر يغرق في المسبح يكون كيعوم وجاته نوبه صرع فكيفاش كتعاملوا مع هاد الناس الوغ باش ندوز لواحد لا نوت ان بو بلوز اوبتيميست يعني انه كوميم واحد النسبه مهمة جدا ديال لي زيبيليبسي بسيطة وحميدة الحمد لله وملي كنشخصوها بطريقة مضبوطة وفي الوقت نعم وعطينا الدواء المناسب على حسب النوع ديال على حسب لو سيندروم على حسب المتلازمة كلشي كيمشي مزيان ونبينا عليه يعني والحمد لله يعني بيان سور كنوصلوا يعني فرص العلاج كتولي كبيره كتطلع والتمدرس بيان سور كيخصنا واحد لا بيريود دو سيكوريتي يعني حتى كتشوف العربون ديال الدواء ملي كتشوف العربون ديال الدواء تطمئن اكزاكت اون جينيرال كنسمحوا ليهم يديروا بعض لي زاكتيفيتي بيان سور المسبح كيبقى ولا بدا يكون مع شي واحد سورتو بالنسبه للاطفال حاجه اللي غادي نعقب عليها بالنسبه للسياقه يقدروا يعني لا ليجيسلاسيون في لو بيرمي وي يقدروا يستافدوا من الرخص القياده حيت حنا واخا كاطباء عندنا السر المهني يعني المريض اللي كتعرفوا ايبيليبتيك ما عندناش الحق يعني سورتو ملي كيكون ادولت ما عندناش الحق يعني ولكن واش ما كتمثلش خطر على الحياه ديال من بعد عام من بعد عام بالنسبه لو بيرمي بي يعني البيرمي ديال السيارات السياحيه كيقدر من بعد عام خالي من النوبات دونك صفر نوبه يعني انتم خاصكم تعطيو لافاليداسيون ديالكم ما كتطلبش منا مع الاسف ما كتطلبش منا داكوغ ولكن ملي كان يدوز عام بدون وهذا الشيء ماشي غير في المغرب يعني عالميا عندنا واحد لو ديلام بين السر المهني وبين لا سيكوريتي روتيير بين السلامه الطرقيه وبين السر المهني ديالنا مي اون جينيرال بالنسبه لو بيرمي بي سي عام المريض من نفسه نديته لراسو خاص تكون عنده هذه المسؤوليه يكون حاملها ويعرف بان المزيان ليه ولغيره هنا فين كيتطرح واحد المشكل وسمح لي بزاف تيطرح مشكل بالنسبه لي بوالور بالنسبه للناس اللي كيعيشوا من السياقه ديالهم المهنه ديالهم مرتكزه على السياقه وكتكون بعض المرات شوف لا تيوري سهله ولكن لا براتيك اللي ديفيسيل نقطه سميره عفوا باش نختمها بغيت نختم بان بوتي ميساج كان راه تشاطروني في الراي ان الناس اللي عندهم مريض صرع في العائله الله يخليكم بلاص ما تعطلوا وتمشيو تدقوا باب الطبيب بلاش علينا من الشعوذه ونمشيو ونزوروا داك الشيء لانني لا تعطلت في العلاج لا يعطيك الصحه لا تعطلت في العلاج راه عارفه شنو غادي يوقع لي يعني حتى الحاله غادي تكون بك اكثر اكيد واضح شكرا لك مها شكرا لك بزاف الدكتوره فتومه متوكل اخصائي في امراض الدماغ والاعصاب والعمود الفقري هنا بالمدينه الدار البيضاء ياك شكرا لك على قبول الدعوه ديال صباحيه الدجاج نتلاقاو عما قريب شكرا على النوطه الايجابيه اللي ختمتي بها هذه الفقره هذه نتلاقاو عما قريب ونتلاقاو بكم مشاهدينا حتى انتم ان شاء الله غدا غادي نتكلموا في نقطه توازن على النبذة العنصريه والتمييز مع الدكتور مصطفى الصمدي فقره صحي ولذيذ غادي يحضر معنا من مدينه
فاس الشيف كيمو اللي غادي يقدم لنا طبخ ديال الفول مشرمل بطريقه الفاسيه. الكل والمزيد دائما برنامجكم الاسري والنسوي بامتياز. صباحيه دزام، الى اللقاء.